شط الفرينيق شرق مدينة الفوار وبين هذه الصخور الرملية والمنحوتة بفعل الرياح وتحت أشعة شمس حارقة انتظمت الدورة الأولى لسباق السيارات في المضمار المغلق بمشاركة 18 متسابقا من دول أوروبية وإفريقية وأمريكية. احنا ربحنا دورة كما هذه وخاصة استقطبنا الناس عندهم قدرة كبيرة برشا على دعم السياحة وعندهم قدرة إعلامية كبيرة برشا. افتتاح نعتبروه معناتها ناجح، ولكن زاد كذلك نحضر رواحنا لعديد التظاهرات الأخرى اللي قادمة في المستقبل القريب وأول الغيث قطرة. اختيار هذا المضمار جاء بعد دراسة معمقة من منظم الدورة باعتباره واحدا من عشاق الصحراء التونسية. هذا الجزء من شط جريد حقيقة هو مشهد فريد من نوعه، لم يسبق لي أن رأيته مثله في أي مكان آخر، وهذا ما أريد التعريف به، وجه خاص تنفرد به تونس اكتشفته صدفة من حسن الحظ. يا أول مشارك لي فأنا كنت أجهل الصحراء، كانت تجربة جميلة. في البداية وجدت بعض الصعوبة في القيادة أمام تحرك وانزلاق الرمال، لكن في النهاية استمتعت كثيرا بالتزحلق على الرمال. التظاهرات الرياضية مثلت فرصة مهمة للصحفيين لاكتشاف المخزون الطبيعي والتراثي بجهة نفزاوة. اغتنمنا فرصة التواجد في هذا المكان الجميل من الجنوب التونسي لإجراء ريبورتاجات أخرى حول الجمال وانطلاق موسم جني التمور. عديد الأشكال الصحفية للحديث بأجمل الطرق عن بلدكم الجميل، وهذا المضمار لسباق السيارات الفريد من نوعه إنه استثنائي ورائع. سباق السيارات في صحراء الفوار هي تجربة فريدة من نوعها وتعد الأولى عالميا، قد تفتح أفاقا جديدة في السياحة الرياضية والثقافية وتكون خير داعم للسياحة الصحراوية بولاية